يلا يبقى هنا علامات اعراب المبتدا والخبر. احنا اتفقنا مبتدا وخبر يعني الجمله ايه؟ اسميه. يبقى على قبل ما هو مبتدا او خبر اشوف الجمله اللي عندي اسميه ولا فعليه. اسميه بتبدا باسم، بقول ان الاسم بتبدا فيه الجمله بيكون مبتدا والمبتدا ده بيكون مرفوع، والكلمه اللي بتكمل المعنى مع المبتدا هي دي بتكون الخبر. واتفقنا ان المبتدا لازم يكون الاسم المبتدا اللي بتبدا فيه الجمله الاسم لازم يكون اوله الف ولام، تمام؟ او يكون اسم اشاره او يكون ضمير من الضمائر اللي احنا خدناها سواء كان ضمير غائب او ضمير مخاطب او ضمير متكلم. او حاجه كمان ممكن ان المبتدا يكون علم. يعني ايه علم؟ يعني اسم انسان او باسم اميره امير، تمام؟ او ان هو يكون اسم بلد او مثلا مثله وطن، تمام؟ طيب وزي ما قلنا على المبتدا ان هو لازم يكون اوله الف او الكلام ده كله، الخبر بقى بيكون الكلمه الخبر اللي هي بتكمل المعنى مع المبتدا بتكون من غير الف ولام. طيب لو جت لي الكلمه اللي بعد المبتدا، لو جت لي المبتدا اللي اوله الف ولام، لو جت بعد الكلمه اللي فيها الف ولام ما تبقاش خبر لكن هتكون نعت مرفوع. هتكون ايه؟ نعت مرفوع.